تم المساعدات إلى دول مختلفة بما فيها الجزائر. نعم. إن الجزائر وهي بلد شقيق وصديق للصين، والصين تولي اهتمام بالغا في التعاون مع الجزائر لمحاربة الفيروس الكورونا، وتتقدم بمساعدة الطبية للجزائر بكل بما في وسعها. وفي الحقيقة هناك مساعدات صينية كهيبة من الحكومة الصينية وحكومة ولايات صينية مختلفة وشركات صينية ورجال أعمال صينيين الذين يعملون في الجزائر. وإن هذه الهيبة كلها مستلزمات طبية بما فيها كمامات وملابس الوقاية وكاشف وأجهزة طبية. وإن بعض المساعدات في طريق الجزائر